الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب العرش العظيم، وسبحان من يسبح له الخلق أجمعين، والشجر والدواب والبرق والرعد، وسبحان من يسبح الملائكة بقولهم، سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأشهد أن لا إله إلا الله، أمر ونهى وتوعد ووعد، قال وقوله الحق تبارك وتعالى في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك فدا أقصى أمانها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. يا واحدا ليس في ملكه ثاني، يا من إذا ناديته لباني، أنسى فتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وأسوتنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى أزواجه وذرياته وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين، ومن تبعهم بعمل صالح إلى لقائك يا رب العالمين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجزء الخامس من خلق الصبر. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين. أخي الكريم، أختي الفاضلة، الصبر كما قلنا مفتاح الكون كله، وهو أساس كل نجاح وتحقيق لكل هدف أو غاية. أجل، فكل شيء في هذه الحياة يحتاج بل ويتوقف على خلق الصبر. كيف ذلك؟ من أراد منا أن ينجح في تجارته فلا بد له من أن يصبر لشهور بل لسنوات حتى تتحقق له أرباحا أو تتحقق له أرباح. ومن أراد منا أن يتفوق في دراسته فلا بد له من الكد والاجتهاد والصبر طيلة مدة تكوينه وتعليمه ودراسته. ومن أراد منا أن يكون له أولاد صالحين فلا بد له من السهر على تربيتهم ونشأتهم، ولا بد له من أن يصبر على ذلك إلى حين أن يكبروا ويصيروا رجالا. ومن أراد منا أن يفوز برضا ربه والجنة، بمعنى أن يفوز بالجنة وبرضا ربه غدا يوم القيامة، فلا بد له من طاعة الله وعبادته حق العبادة، وأن يصرف عن نفسه المعاصي والذنوب وكل ما يغضب الله رب العالمين. بمعنى آخر، لا بد لك من الصبر على الطاعة من جهة، ومن الصبر على المعصية من جهة أخرى. أن تطيع الله وأن لا تعصيه، وإن عصيته سواء في خلواتك أو جلواتك عدت إليه وندمت وتبت توبة نصوحا، وأن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. أحبتي الأكارم، هذا هو الجزء الخامس باختصار شديد، وإلى الجزء السادس وبإذن الله، إن قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء. وإلى ذلكم الحين أقول لكم جميعا فرادى
وأسرا وجماعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوسف ترى الإدريسي، الإنسان.